كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من خديجة رضي الله عنها. پیغمبر صلى الله عليه وسلم باردق بالدرتين خديجة نيوزن بولا. إلا إبراهيم كان من من ماريا. نعم. بيرلا إبراهيم دم باشقا أو ماريا دم بولغن. نعم. فالله سبحانه وتعالى قلنا قدر أن هؤلاء الأولاد يموتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة رضي الله عنها ماتت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بقرابة 6 أشهر. وشون دل الله تعالى خلاص من بعدك پیغمبر صلى الله عليه وسلم بالداره پیغمبر تريو gezinde قايتش بولغان بيرلا فاطمة رضي الله عنها ал деген пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам каза болгондон кийин бир болжол менен бир жарым жыл 6 ай өткөндөн кийин анан каза болгон. Фа Фатима رضي الله عنها كان يقال عنها انها هي ام للنبي صلى الله عليه وسلم. Фатима رضي الله عنها ал тууралуу кээ бир айтышат эле ал деген пайгамбардын энеси деп айтышат. يقال عنها ام ابيها. Ал өзүнүн атасынын энеси деп айтышат эле. لماذا؟ Эмне себептен؟ عندما ماتت خديجة رضي الله عنها قامت فاطمة مقام خديجة رضي الله عنها في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه. نعم. خديجة نيوزن خايتش بالغن نجين عن أردن فاطمة رضي الله عنها يلبق الغن ديت عن قرقوب ديت عن خدمة تارن قلب. كان النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا عند الكعبة. فيغمر صلى الله عليه وسلم قابا جندا سجد غلط له. فوضع على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد سل الجزور يعني البعير عندما يذبح هذا الكرشة وكذا وضعوها فوق النبي صلى الله عليه وسلم. أنا وشو ميكين إن جندا سجدة سجدة تروان جزندة على جل تروب قبرلار جل تونن يتشغلين يتشغارن دارن عن نسنة تشتا فاش قدنه. فجاءت فاطمة أزالت هذا وأخذت تتكلم على الكفار رضي الله عنها. جنا فاطمة رضي الله عنها جلب وشون بار نسنة عالب жана ал капырларда мушриктермен уруш баштаган аларга сүйрөп баштаган эле. عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم качан пайгамбар صلى الله عليه وسلم кайтыш болгондон кийин والصحابة دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم жана сахабалар пайгамбарды صلى الله عليه وسلم аны көмгөн соң فاطمة رضي الله عنها قالت للصحابة كيف طابت أنفسكم بأن تحثوا التراب على النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف وضعتم التراب على النبي صلى الله عليه وسلم. Анда Фатима رضي الله عنها айтқан эле сахабаларга айтқан дейт кантип ушунчулардын мындай айтқан дитиңер бар дейт кантип ушул пайгамбардын үстүнө кантип топо топурак таштадыңар деп айтқан эле. ولهذا حزنت حزنا شديدا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وماتت ما استطاعت ان تبقى في الدنيا سبحان الله. Жана ошол себепти өтө катуу кайгы капага түшүп ушунчалык өтө кыйналып анан ошол себепти көп өтпөй эле анан кайтыш болуп кеткен дейт رضي الله عنها.